عليكم فاطمة المصغري ابنة مدينة تيفلت. جيت أنا والأصدقاء ديالي وجمعية الأمل للتضامن والتنمية وجمعية القلب الكبير، جينا هنا نواحي تارودانت في قبيلة إسني. جينا درنا جبنا معنا رمو كامل عامر بتعاونية، الله يتقبل منا. السلام عليكم خوتنا المسلمين اجمعين. الحمد لله انا مساعده للي زهراء من مسمرير، انا في مراكش. الحمد لله ربي كبير تطوعنا مع هاد الناس. انا طالع على الايجوكاك وكنمشي لواحد البلاصه سميتها ترغورت، الناس مكرفصه بزاف، الناس حتى الان باقيين تحت الارض. والحمد لله ربي كبير تلاقانا الله مع الناس زينين ومع الناس اللي كيديروا الخير. الحمد لله كل شيء استافد وكل شيء وصلوا الخير، اللهم لي الحمد ربي ما خيبنيش. كنت سبب غير بخبيز وقميلة ديال المرقة، طيبت قميلة المرقة وديت الخبيزات وربي كيلاقيني مع الناس في الطريق. حمدت ربي وشكرته، والدي خلوني بنت الخير وكندير الخير وربي لاقاني مع الناس ولاد الخير. الحمد لله بارك الله فيكم، الله يكثر خيركم، شكرا بزاف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لمنبر مطريس اللي وكلنا في هذه العملية الإغاثية اللي قمنا بها في منطقة ديال أسني في الأطلس الكبير، المنطقة اللي عرفت التعرض ديالها واحد الزلزال مدمر اللي وقفنا صراحة على الفداحة ديال الخسائر للمادية وللبشرية اللي كاينة في هذه المنطقة. الساكنة ديال مدينة تيفلت أبت إلا أنها أيضا تكون ضمن قوافل المساعدات اللي توجهت لمجموعة من المناطق المتضررة. الحمد لله كانوا مجموعة من المبادرات الشبابية، كانت من بينها المبادرة ديال واحد المجموعة من الشباب اللي جينا وتوجهنا اليوم لهذه المنطقة، والحمد لله تمكنا من توزيع واحد العدد كبير من الأغطية، من الملابس الجاهزة، من المواد الغذائية، وأيضا من لوازم طبية وغير ذلك. والحمد لله كان واحد التفاعل يعني منقطع النظير. كنبغي نشكر السلطات المحلية هنا في المنطقة ديال أسني اللي وفرت لنا الظروف الأمنية وأيضا الظروف التنظيمية في المستوى. مرت القافلة على خير الحمد لله، ونحن اليوم على ما شاء في النهاية كما تشوفوا قريبا إن شاء الله أننا نساليو يعني المسائل ديالنا. دونك بقى لنا اخر فاياج كما تقول، سمحوا لي راه عينا اخر قابله ان شاء الله تشوفوا حالا المنطقه ديال مولاي ابراهيم اللي عرفت واحد الثمار اللي هو كبير، ومباشره غننتقلوا لمدينه تيفلت. هذا ان شاء الله في انتظار مجموعه من المبادرات الشبابيه اللي غتكون ان شاء الله في المستقبل القريب. من هذا المنبر كندعو جميع الشباب انهم يدخلوا هذه المبادره هذه، يقوموا تما بواحد جسر تواصلي تضامني مع هاد الناس هنا وفي واحد العدد اخر من المناطق. حنا اليوم جينا وقفنا وعرفنا يعني مكان من الضعف والخلل وهاد الناس شنو خاصهم، غنحاولوا نرجعوا مره اخرى ونقوموا بشي بادره ان شاء الله. على اي حال شكرا للجميع، كنشكر السكن ديال مدينه تيفلت اللي بينت على الوطنيه ديالها والتضامن ديالها، وتبارك الله على الساكنه وشكرا لكم جميعا. تبارك الله تبارك الله، يعني راحنا فرحانين وهاد الناس فرحانين وهادشي بفضل ديالكم. تحياتي الصادقه لكم. السلام عليكم، معكم ريهام اسعد ممثله جمعيه ناس الخير للتنميه والتضامن بمدينه تيفلت. الحمد لله توفقنا بفضل مجهودات ساكنه تيفلت اننا وفرنا قافله اللي كبيره من مواد غذائيه وافرشه وكل شيء قدو يحتاجوه الناس هنايا. جينا لمنطقة أسني سمحوا لي أسني، وفاش وصلنا ليها سمعنا بلي راه كاينين شي دواوير هنايا الناس ما وصلوا لهمش، ودخلنا لهم راه لا إله إلا الله. نتمنى من الناس اللي في استطاعتهم أنهم وصلوا لهاد المناطق ما يترددوش، الناس بحاجة لينا. والحمد لله أغلبية ديال الجمعيات والفاعلين الخيريين جابوا لهم هنايا سميتو المواد الغذائية بكثرة. الناس محتاجين دابا القياطة، شحال من واحد لقينا دابا في الدواوير،
ناعسين في الخلا، مسكين ما لاقيش لا باش يتغطى لا حتى شي حاجه. كنشدوكم باش توفروا لهم هاد الاحتياجات، وبالخصوص الكابل ديال الضو بهاد البلايص ما وصلش لهم الضو، خصهم يدوزوهم بلي كابل، وال هادو المصابيح روشارجابل. واش غنقول لكم، الهضرات اللي فات ليا بكثرت ما تاثرت بهذا الشيء اللي شفتو اليوم، راه من الصباح وانا كنبكي، راه ما كنوصل لبلاصه كنقول هاد البلاصه راه مكبسه، كنمشي نشوف بلاصه اخرى كنسى هذيك البلاصه الاولى، راه لا اله الا الله الناس فين واصلين. ما تعكزوش كما كنقولها لكم ديما نعاودها مرارا وتكرارا، ولو غير حاجه قليله راه تقدروا تعاونوا هاد الناس.